طيب، موضوع جديد اللي هنحكي مع في مع بعض اليوم إن شاء الله، ألا هو البي جي بي. البي جي بي اللي هو بنحكي له بعض الأحيان هو الإنترنت بروتوكول. خلينا نحكي عنه، راح نحكي عنه إن شاء الله يعني معلومات بيسك. مش راح نحكي عن هذا نحكي عن هذا البروتوكول، وراح أعطيه حقه أصلا. يعني بدك تحكي عنه حقا حقيقة بده تقريبا يعني أكثر من 10 محاضرات. لو بدي أشرح هذا البروتوكول بحقه بده 10 إلى 15 جزء محاضرة حتى، لأنه هذا مو بروتوكول لحاله، يعتبر كورس زي ما حكيت لكم في البداية في CCNA Service Provider و CCNA CCNP Service Provider، حتى في CCIE Service Provider تركيز كامل على هذا النوع من البروتوكولز. راح تدخل فيه، راح تخش في معلومات كبيرة عن هذا البروتوكول لما تدرس CCNP. لما تدرس CCNP راح يصير عندك يعني بنحكي لك تغطي لك 20-25 ممكن توصل ل 30% من المعلومات الموجودة في بروتوكول BGP. وراح تشوف إنه هذا البروتوكول يعني عبارة عن موسوعة من المعلومات، لأنه هو البروتوكول اللي بيحكم الإنترنت فعليا. يعني هلا راح نفهم اليوم شو يعني هذا البروتوكول، ما هو مبدأ عمل هذا البروتوكول، شو تفكير هذا البروتوكول، وحتى راح ناخذ جزء بسيط من الكونفيجريشن بخص هذا البروتوكول. ذاكرين معي لما حكينا عن الدايناميك بروتوكولز قسمناها الى نوعين، قسمناها شيء اسمه انتيريور جيت واي بروتوكولز، وقسمنا شيء اسمه EGP Exterior Gateway Protocols. حكينا عن Interior Gateway Protocols، حكينا عن الأنواع، في عندي Distance Vector، في عندي Link State، وفي عندي طبعا Distance Vector اللي هو الـ EIGRP قلنا عنه هو مش Distance، صار له مسمى آخر اللي هو بنقول له Hybrid، مظبوط بنقول له Hybrid Protocol. Hybrid Protocol اللي هو صار يضم معلومات او اخذ جزء من لينك ستيت اضافه للديستانس فيكتور، خصائص الديستانس فيكتور، وانتج عندي هذا البروتوكول. هذا انتيريور جيت واي بروتوكولز قلنا هذول بروتوكولات اللي بستخدمهم within the network، يعني inside the network، اللي هي مثلا عندك شركه، هذه الشركه عندها مجموعه من الطوابق وشابكين مع بعض، انت بتقدر تشغل هذه الشركه من الناحيه الداخليه باحد هذه البروتوكولات، يا بتشتغل من ريب فيرجن 1 ريب فيرجن 2. بس احنا زي ما حكينا بدي ارجع اكد انه هذا انقرض، هذا انقرض، هلا ممكن هذا يعني هو عقيم بالنسبه للاخرين، لكن ممكن تستخدمه اللي هو ريب فيرجن 2. بس نحكي عن الاي جي ار بي والاو اس بي اف. اي اس اي اس مش مطالب منك بالسي سي ان اي، مطالب بالناس اللي بيشتغلوا في السيرفيس بروفايدر، في السي سي ان اي سيرفيس بروفايدر. لكن احنا يعني تعلمنا 3 أنواع من البروتوكولات بقدر أشغلها داخل الشبكة الواحدة، لكن هذه الشبكة اللي عندك والشركة تبعيتك بالنهاية بدها تطلع على الإنترنت، مظبوط؟ بدك تطلع على الإنترنت، بدك تروح تقول والله تتحاكم مع أحد الأشخاص أو مع أحد الشركات اللي تدعم الإنترنت مثل السيرفيس بروفايدر زي عندي شركات زين، أومني، أورنج، وتقول لهم والله يا جماعة أنا بدي أطلع على الإنترنت، عندي شركتي وأنا هاي الشركة قائمة، بدي أطلع على الإنترنت. بدي يصير في بينك وبينهم كونكشن حتى تطلع على الانترنت، مظبوط؟ هذا الكونكشنز بدك ايش تبلش يعني تدخل في عالم او مفهوم اسمه اللي هو البي جي بي، اللي هو بروتوكول بي جي بي. محتاج هذا البروتوكول حتى يصير بينك وبين السيرفيس بروفايدر. طبعا في بعض الحالات او الكيسز، بعض الحالات الاخرى تحل بطريقه بسيطه راح نحكي عنها اليوم برضه. انت محتاج تفهم البي جي بي او يصير بينك وبينهم كونكشن بيست اون البي جي بي لحتى تطلع على الانترنت. هلا شو مفهوم البي جي بي بشكل عام، او شو الفيتشرز تبعيت البي جي بي، وبعدين خليني اشرح لك اياه بالرسومات وكيف بتعاملوا مع بعض. طبعا اول شيء هو اوبن ستاندرد بروتوكول. مفهوم شو يعني اوبن ستاندرد؟ كل انواع الفندرز، كل انواع البرودكتس بيشتغل عليها، مقصود يعني راوترات او راوترات، يعني جبت راوتر جونيبر، راوتر اتش بي، راوتر سيسكو، بيفهموا مع بعض وبيفهموا هذا البروتوكول. مش مخصص لاي نوع من انواع او لاي فيندور او لاي شركه، فهو اوبن ستاندرد راوتينج بروتوكول اوف ذا انترنت. زي ما حكيت عنه هو مسماه هو بروتوكول انترنت، البروتوكول انترنت قائمه على هذا البروتوكول، يعني انا بقول هو العظيم، بروتوكول عظيم بين كل البروتوكولات.
هو اللي مقوم الشبكات من العالم، هو اللي خلاك تطلع على السيرفس، بتطلع على جوجل وتطلع على الياهو وتطلع على وين ما بدك، على اي موقع على الانترنت. كنت قائم كونكشن تبعك لحتى تصل هذا الانترنت قائم على هذا البروتوكول البي جي بي. ديزايند فور انتر اوتونوموس سيستم دومين راوتينج راح نحكي عنها. طبعا هو كلاسلس راوتينج بروتوكول، يعني بيتم سبورتينج البي ال اس ام والسبنيتينج، هذه مفهوم. ابديتس ار كريمنتال اند تريجر. طبعا هذه الفكره حكيناها سابقا اذا ذاكرين معي، هذه الفكره هي نفسها. يعني شو يعني ابديت انكريمنت اند تريجر؟ يعني بس يصير عندي تغيير ما بيبعث الفول راوتينج تيبل، بيبعث تشينج، صار التغيير اللي صار ببعث فيه. فهمتوا ذاكرين عليه لما حكينا عن المقارنه بين الديستنس فيكتور والهايبر واللينك ستيت؟ الديستنس فيكتور قلنا له انه عنده مشكله انه بيريودك ابديت بيبعث لكل الراوتينج تيبل في حال انه حدث تغيير زي بالريف فيرجن 2، قلنا هذه مشكله بالنسبه له. لكن حكينا على الاس بي اف او الاي اي جار بي، قلنا ات ذا تشينج لما يصير في تغيير احنا شو بنبعث؟ بنبعث تريجرد ابديت. ونفس الشيء هذا البروتوكول، طبعا هذا البروتوكول اللي يبعث الفول راوتينج تيبل بيصير عندي مصايبه، لانه هسه البروتوكول هذا يا جماعة الراوتينج تيبل تبعه حوالي وصل، يعني حسا اللي تروح على راوتر شغال بي جي بي، معناته الراوتر شغال بي جي بي معناته شايف كل شبكات العالم، هي أول نقطة عرفها. يعني بيكون شايف كل شبكات اللي بكون شغال بي جي بي، يعني أنا شايف كل شبكات البابليك اي بيز حول العالم، مش تقولي برايفت، بابليك اي بيز حول العالم. ولما اقول بابليك اي بيز حول العالم، طبعا العدد اللي حاليا وصل اكثر من 700,000 روت، في عندك 700,000 روت. تخيل انه هذا البي جي بي بروتوكول لما تقول له وتشوف التيبل اللي خاص فيه، في 700,000 روت حاليا للشبكات او ترويتة الانترنت قائمه على حوالي 700,000 روت. فعدد ضخم لو يقوم هذا اللي يصير، يعني مثلا لو يبعث الابديت كفول راوتينج تيبل، هذه عندي مصيبه. لا، هو بيشتغل على تريجر and incremental updates. Bath Victor راح احكي لكم عنها شو يعني. Send updates to manual defined neighbors، برضه هذه نقطة مهمة جدا. موضوعه بالconfiguration تبعه في نقطة اختلافية بينه وبين other protocols، راح يكون تشوف في نقطة بتميزه عن الراوتينج بروتوكولز. احنا كنا في الراوتينج بروتوكولز او اس بي اف والاي اي جي ار بي سواء والريب، لما كنت انت تيجي تعرف عندك مثلا على سبيل المثال هذه شبكة، عندك تو راوترز، افرض انا عندي تو راوترز، هذا راوتر 1 وهذا عندي راوتر 2. لما جيت كنت بدي اشغل الريب فيرجن 2، ادخل والله راوتر ريب واقول والله النتورك هاي، والنتورك مثلا هو عنده نتورك ثاني، والنتورك الموجودة عندي صح. لما كنت ولما نروح على الاي اي جي ار بي نفس الشيء، راوتر اي اي جي ار بي 10، نتورك الموجودة هون، نتورك الموجودة هون مع الوايلد كارد. نفس الشيء بالاو اس بي اف، مش كنت اكتب بس كوماند واحد، لما كنت اكتب كلمة نتورك بس اعملها، مش صار كان يجيني ابديت وانه والله في صار نيبرشيب صح؟ كان الكوماند اللي انت اللي كنت تكتبه هذا كوماند نتورك بيعمل كان يعمل شغلتين. الشغلة الأولى يعمل بينك وبين جارك اشي اسمه علاقة الجيران، يبني النيبر ريليشن شيب، ماشي، يبني النيبر ريليشن شيب. وكان يعمل شغلة ثانية، يذيع النتوركس الموجودة عندك. لاحظ في الانتيريور جيت واي بروتوكولز اللي انا قاعد بحكي عنهم، كنا بس نستخدم النتورك كوماند بحيث انه نذيع الشبكات ونعمل مين، ها نقطتين، نعمل نيبرشيب، نعمل علاقة الجيران مع الأطراف الأخرى، ونستخدمها برضو هذا الكمان لحتى إني أذيع الشبكات الموجودة عندي. لو كان عندي هون راوتر في عندي 20 شبكة، كنت بس أكتب كلمة نتورك وهذا كان يعمل ريليشنشيب مع الهاب، ونفس الوقت يكون موزع لي هاي الشبكات كلها أشوفها عنده لما أخلص الكونفيجريشن. لا، في البي جي بي مختلف التصور، بقول لك النيبرشيب تبعيتك ما بتنبنى بهذه الطريقة، في عندك كوماند خاص بالنيبرشيب وكوماند خاص في النتورك. يعني معناته ايش؟ معناته انت لازم تروح مانيولي بشكل يدوي وتقول له ابني علاقة ريليشن شيب مع هذا، ابني علاقة ريليشن شيب بعدين ضيع النتوركس. يعني هذه لها كوماند لحال، تقول له والله نيبر هذا الفلاني،
وفي كوماند النتورك لحتى أذيع الشبكات اللي عندي برضو إلها نتورك كوماند مختلف. طبعا عندي المتريكس تبعه موضوع برضو مطول بس مش مطلوب منك، بس بيقاس بإشي اسمه attributes. attributes طبعا هذه الاتريبيوت 6 7، مثل local preference، عندي autonomous system، عندي الميد، عندي الويت، هاي كلها قيم خاصة فيه. طبعا حسابه بيختلف عن EIGRP والOSPF، ولا هذا الحكي بينه وبينهم علاقة، قيم مختلفة، تفكير مختلف تماما. بروتوكول اسمه برجع بقول بروتوكول انترنت، اكيد صمم بحيث يلبي احتياجات 600 و 700 ألف راوتينج تيب، 700 ألف رو يعني بحكي أنا حاليا في عندي 700 أو ممكن زاد العدد عن 700، وصل 800 ألف راوتينج تيبل موجودين عندي حول العالم. صمم بطريقة إنه هو يدير هذه الأمور بذكاء، مش زيه زي ال OSPF. طبعا OSPF لو تيجي تحكي بحقيقة الحقيقة، يعني مثلا هذا يعتبر من ناحية تحمل الراوتينج تيبلز أو للباث انسايد أكثر من 3000 راوت، يشوف يعني أكثر من 3000 ما بيشوفش، يعني بدك إشي في الريال انفايرمنت. لو تيجي تحكي أو البرودكشن اريا، لما تروح تشتغل في OSPF بحكي برودكشن اريا، يعني مقصود إنه في الحياة العملية. OSPF تقولي ليش ما شغلوا الـ OSPF بداله؟ مثلا واحد يقول، بقول لك الـ OSPF كثيره كبيره انه يشوف 3000 راوت حول العالم، بعد 3000 بيهيص، او بعد 3000 يعني بتلاقيه بيشلف. نفس الشيء الـ EIGRP، عشان هيك الـ BGP تفكيره، طريقة تعامله، شغله مختلف نوعا ما عن البروتوكولات الـ Interior Gateway Protocols. في عندي نوعين منه، شيء اسمه الـ EBGP وفي شيء اسمه الـ IPGP اللي هو الـ External BGP، وفي عندي Internal BGP رح نحكي عنهم بسيط فرق بيناتهم. As Administrative Distance للـ External 20 والـ Internal 200. طبعا هو is an application protocol used TCP، هو بالتفكير هو هذا البروتوكول صمموه based on a TCP connection. ذاكرين TCP connection يقولنا 3-way handshake، مصفحة ثلاثية، أبعث له packet، يبعث لي sync، يبعث لي acknowledgement، رجع أبعث له packet، تصير في عندي مصفحة ثلاثية حتى ترسل الأمور وتكون الأمور reliable موثوقة. هو هذا البروتوكول صمموه based on a TCP connection. طبعا هو إذا بقدر أقول، طب إحنا كنا نحكي عن الـ OSPF والـ EIGRP والـ RIP version 2، طب هل هذول applications؟ لا. هل هم بيتبعوا TCP أو UDP؟ لا، بقول لك هذول بروتوكولات مخصصين لحالهم، لا بيتبعوا لا TCP ولا UDP. لكن الـ BGP هو application is or application over هذه البروتوكولات. يعني رح تلاحظ إنه الشبكة اللي عندك الـ internal أنت مشغل عليها EIGRP أو OSPF، بس أنت بتقدر تسطب الـ BGP فوق هذه الشبكة كابليكيشن. هو عبارة عن ابليكيشن تقريبا، يعني ممكن نصوره هو it's like an application because انه يعني نحكي انه هو بيتبع TCP connection. هاي انا كاتب لك application layer protocol use TCP. طبعا اي بورت، طبعا هذه تسأل في امتحان السي سي ان اي راوتينج اند سويتشنج، بقول لك على اي بورت شغال. انا كاتب هذه المعلومات الى لانه راح تجيك دوائر، ممكن اقول لك على اي بروتوكول وعلى اي بورت بيشتغل، هل هو UDP او TCP او اي بورت. The slowest routing protocol in the world. شو معنات ذلك؟ هو أبطأ بروتوكول في العالم. أكيد. صمم لذلك هو. على فكرة. هو صمم إنه يكون أبطأ بروتوكول في العالم. ليش؟ راح أقول لك ليش. تخيل جماعة. ليش صمموا إنه يكون أبطأ بروتوكول في العالم؟ تخيل أنت. انت شغال عندك شركة، شغال الراوتينج برو، عندك راوتر شغال بي جي بي وعليه 600 او 700 الف روت حول العالم، 700 او 600 الف روت حول العالم. لو بدي يصير يعمل كابتشر لكل تشينج قاعد بيصير حول العالم، بيفقع عندك الراوتر. يعني معناته بيفقع، احنا بنحكيها في العامية، معناته انه خلص بيصير انه ما بتحمل انه يصير يعمل checking every update أو every time، لازم يكون بطيء لأنه حتى يستقبل الأبديت يكون يعني يكون في عنده فوارق في الزمن. يعني على سبيل المثال بالطريقة التالية، أنا عندي راوتر هون، عندي راوتر، طبعا هذا مثلا سيرفيس بروفايدر، إنترنت سيرفيس بروفايدر، وعندي الراوتر تبعي موجود هون.
ماشي. انا شغال بي جي بي وعندي على الشركه تبعيتي هذا الراوتر، وكل الراوتر اللي عندي على بالشركه عنده الراوتنج تيبل تبع العالم كله. بعرف وين شبكه، يعني الراوتنج تيبل تبع العالم كله مقصود بيعرف اللوكيشن لكل افري بابليك اي بي موجود عنده حول العالم. وقلت لك العدد حاليا وصل 600 او 700 الف او ممكن زاد عن هذا الرقم. تخيل والله الشبكات الببليك مثلا موجوده في اليابان ولا في الصين، كل ما يصيرها قطع تجيني مباشره المعلومه عن هذا الشيء. طب قديش الشبكات قاعده بتقع وبتصير مثلا كل ساعه بتفصل كذا اذا بدي يصير يصني ابديت لحظي، وانا يعني انا بصير مثلا ليش انا بطيء؟ لو انا سريع باني اعمل كابتشر لاي تشينج قاعد بيصير عندي على الشبكه، معناته انه انا جهاز الرامات ممكن تفقع تبعيته او ممكن انها تنفجر، انها ما تتحمل انه كل ساعه يجيها ابديت كل ساعه، لانه يعني الشبكات هذه قاعد تقع لحظيا. يعني انت قاعد تحكي عن 600 الف روت، قاعد تحكي عن عدد ضخم جدا، اكيد قاعد بين اللحظه والثانيه، بين الثانيه والاخرى او بالنسبه الثانيه واحد ممكن يصير في تغيير اكثر على هذه الشبكات يعني مهول. فبالتالي راح يجيك عدد مهول من الابديت، وتضلك انت هيك تفكر على الراوتر، راح تفقع السي بي يو وتخرب الدنيا تبعيته. لا هو شو بيقول له، هو حتى يعمل كابتشر للتشينجز هاي بيكون بيعملها بشكل بطيء جدا، عشان هيك بنسميه the slowest routing protocol in the world، يعني هو ابطأ بروتوكول على مستوى العالم. ايش؟ لانه حتى يعمل كابتشر بيكون مارق عليه زمن. أليس هذا الهدف اللي صمم من أجله حتى يقدر يخلي الراوترات ستيبل مستقرة ما يصير عليها أي مشاكل؟ طبعا مش أي راوترات بتشغل بي جي بي على فكرة، راوترات مخصصة، راوترات ذو ميزات عالية جدا، راح نحكي عن هذه النقطة إن شاء الله كمان. طبعا السيمبل تبعه في الراوتينج تيبل بي، بتلاحظ اللي الشبكة اللي موجود عليها السيمبل قدامها بي، معناته أنا بعرفها عن طريق البي جي بي. تعالوا خليني اشرح لكم شو يعني باث فيكتور وشو يعني اي جي بي وبي جي بي. نقطتين الموجودات هون هي اي بي جي بي، الاي بي جي بي والاي بي جي بي، وفي عندي نقطة انا ما كمان حكيتش عنها هون الباث فيكتور. باث فيكتور لاحظ عندي ان هون عندي طبعا هو بيقوم على موضوع الاوتونوموس سيستم، حكيت عن الاوتونوموس سيستم سابقا اذا ذاكرين في محاضرة الاي اي جي ار بي. Autonomous system هو عبارة عن group of routers تخضع تحت one administration أو one technical administration. يعني عندي مجموعة من الراوترز، مثلا عندك شركتك تبعيتها، بس الـ autonomous system يعني هو مستخدم مع السيرفيس بروفايدر. يعني على سبيل المثال هون الـ autonomous system تبع الـ BGP بيختلف نوعا ما عن الـ autonomous system تبع الـ EIGRP. قلنا لك الاي اي جي ار بي هو عباره عن برايفت، يعني لا انت بتشتري ولا انت بتروح تشتري من شركات، او انه ما بيذاع على مستوى العالم او ما بيعرف على مستوى، هو لوكالي. هو قلت لك المفروض يسمى اللي هو اللوكال اي دي تبعت الاي اي جي ار بي لما حكينا عنها. لكن مثلا افرض عندي هاي شركه زين، سيرفيس بروفايدر، افرض عندي هذه شركة أورانج، افرض انه هذه عندي كمان جوجل، شركة جوجل، وانت كشخص جبت رابط جهازك هون، ماخذ انترنت من شركة زين، تمام؟ خليني افرق شو الفرق بين internal BGP و external BGP. هلا انت اذا او internal BGP، هلا شركة زين ككل اجهزتها مع بعض بتكون داخل autonomous system خاص فيها، بتكون شاري autonomous system number خاص بالبي جي بي. هذا autonomous system number بتكون شاريته من منظمة حكيت لكم سابقا عنها اللي هي بشتري منها الاي بي public اي بي addresses ايانا. بتكون شاري هذا الاوتونوموس سيستم ليش؟ حتى يميزها على الانترنت. معروف انه والله فلان شابك منها، واذا ما يطلع انا من الانترنت مثلا على جوجل جيميل، شركة زين بطبيعة الحال راح تعطيني طريق اني اروح على جوجل. ماشي، على سبيل المثال لما اخرج انا بصفتي كشركة زين راح اخرج بالاوتونوموس سيستم نمبر اللي هو شركة زين
اشتريته. فبالتالي لابد اني اعرف مين لازم يكون في عندي اوتونوموس سيستم مميز لكل انترنت سيرفيس بروفايدر. نفس الشيء عندي اورنج بتكون مثلا شيالي اوتونوموس سيستم خاص فيها، وهذا الاوتونوموس سيستم بيكون بابليك معروف لكل الانترنت. والله الاوتونوموس سيستم رقم واحد ايش هو؟ اوتونوموس سيستم خاص بشركه زين. ليش طيب؟ ليش اوتونوموس سيستم؟ ليش في عندي هذا الاوتونوموس سيستم؟ اقول لك ليش، هذه نقطه حساسه. انت كشخص موجود زي ما حكيت لك هون، اجيت بتطلع على الانترنت، هذا جهاز تبعك شبكه شركه زين. لما تيجي تبعت الداتا تبعتك بدك تطلع والله على هون السيرفر، يا عم السيرفر تبع الجيميل، هذا السيرفر تبع الجيميل، ايميل تبعك، اجيت طلعت من شركة زين. تمام، شركة زين لها ايش؟ اوتونوموس سيستم. نفهم ليش اوتونوموس سيستم، ليش هذا المفهوم؟ ايش اللي قبل شوي قلت لك ايش اسمه؟ الباث فيكتور، اشرح لك اياه. ليش اوتونوموس سيستم تشتريه؟ لما تصل هون شركة زين، عندها هلا شركة زين مخيرة، عندها مسارين، هي شابكة مع اورنج زي ما انت شايف. ممكن تخرج من مسار شركة اورنج تروح على شركة اورنج، ومن شركة اورنج تطلع على الجيميل، ممكن الها دايركت كونكشن بينها وبين جيميل وتخرج عليه. تمام، فبقول لك انا بوضع الاوتونوموس سيستم بحيث انه يصير هذا الاوتونوموس سيستم تاجد مع الباكت اللي انا ببعثها، بحيث انها ما تعود لي مرة اخرى. كيف يعني؟ شو المقصود؟ المقصود كالتالي، ان انا والله كشخص بعث الداتا تبعيتي على مثلا هذه الشبكة تبعيتي، خلينا نسميها شبكة A. لما بدي اصل لأورانج، لما تطلع، لما اكون انا شغال بي جي بي، بيحط، لما اصل انا أورانج بيحط قبليتي رقم الاوتونوموس سيستم اللي انا جيت منه، رقم الاوتونوموس سيستم. طبعا هاي ايه، انا قصدي يعني شبكة مثلا انا 192 168 واحد واحد، هذا الاي بي تبعي. لما اخرج من زين ويجي مثلا بيستخدم مسار اورنج، بيبعث الى اورنج وبيقول له والله انا هذه الشبكه خرجت مني، حتى يوثق انه الشبكه خرجت منه، بيقول له والله هذا الاي بي، وبيضيف قدام الاي بي تاج بيقولوا له فاليو، هذا التاج بتمثل الاوتونوموس سيستم اللي انا بصل. بيصل اورنج، اورنج بده يبعثه لجوجل. تمام، لما يبعثوا لجوجل برضه بيروح بيقول له والله الشبكة A وصلتني من الأوتونوموس سيستم 2، والأوتونوموس سيستم وأنا مرقتها إليك. كيف؟ بيعمل باث فيكتور، هذا مفهوم الباث فيكتور، إنه بيضيف الكابشن لكل أوتونوموس سيستم مع الباكت اللي قاعد بتبعث. وصل جوجل نفس الشيء، وصل للسيرفر اللي هو اللي بده إياه. فهمت شو قصدي؟ نفس الشيء لو بده يبعث له دايركت، راح يبعث له الهاب ويقول له والله خرجت من الاوتونوموس سيستم تبعي. طب ليش طيب هيك يحط اوتونوموس سيستم تبعه؟ طيب اقول لك ليش. ليش هذا بمفهوم الباث فيكتور، وهو له هذا الميكانيزم مستخدمه مين؟ البروتوكول بي جي بي. طب ليش بيستخدم البروتوكول بي جي بي هذا الميكانيزم؟ لانه يا جماعه لو ما حطيت لهذه الداتا، بدي يجي مثلا على سبيل المثال انا ما حطيتش الاوتونوموس سيستم رقم، جيت بعثت له لاورنج، اورنج بعثت له لجوجل، او انا بعثت له لجوجل، جوجل هسه بدها تيجي ترد علي. كيف بدها ترد علي؟ ما بتعرف ايش من اي شبكه ممكن تروح ترجع تبعثه. من هذه النقطه كيف بيعمل تاجنج، وليش بدي افهم ليش التاجنج هذا بيصير. انا قلنا الاوتونوموس سيستم هذا بيكون مشترينه احنا ايش؟ بابليك، يعني بصير معرف على كل الراوترات اللي على مستوى العالم انه والله الاوتونوموس رقم 2 لشركه زين، الاوتونوموس رقم 1 اورنج. طب على سبيل المثال انا بدي افرض الكيس التالي، ما بيحمل معاه لما انا ابعث مثلا داتا تبعيتي، ما صار في انه يحمل معاي الاوتونوموس سيستم. لما وصلت لزين هون بس وصلني الشبكه، وصلته ايش؟ الشبكه تبعيتي. على سبيل المثال انا وصلت لاورنج، وصلت الشبكة تبعيتي A على سبيل المثال. طب في هذا الحال لما أصل أنا A ومش عامل لي تاج، مش ممكن أورنج ما تعرف إيش منين هي إجت؟ لما ما بتعرف منين إجت ممكن تبعثه على كل الكونكشنز اللي هي بتشبك عليه.
او افرض اني ما بعثت ريبلاي على اللاب، بعثت الاورنج. طب اورنج، سوري، بعثنا لاورنج. اورنج هسه بدها تعمل، ما بتعرف من اي اوتونوموس سيستم على اي مهال. الاوتونوموس سيستم هو الرقم المميز للسيرفيس بروفايدر اوفر ذا وورلد، حول العالم. هذا لزين، هذا جاني من زين. طب انا اذا ما كنت عامل تاج بالاوتونوموس سيستم، مش هذا ممكن يرجع يبعث لي اياه ويبعثه لجوجل، وجوجل بس يصله، ما يكونش معاه تاج، يرجع يبعثه لهون ويبعثه لهون، وهذا بس يصل ارجع ابعثه انا من هون وابعثه من هون. فبتخيل بتصير عندي شو مفهوم، بصير عندي شيء اسمه لوبينج. الباث فيكتور هو الميكانيزم اللي بيستخدمه البي جي بي لحتى يمنع، بيحكوا لها avoidance اللوبينج، لحتى يقضي على مفهوم اللوبينج في الشبكات الكبيرة. يعني إذا أنا ما بعثت لما وصلني الداتا بشكل زين، إذا ما بعثت الداتا تبعيتي تاجت بالأوتونوموس سيستم تبعش لأورنج، وأورنج بعت التاج لجوجل حتى يعرف جوجل منين أجته، ويرجع يودي الدايركت بالطريق الصحيح، وما يعملها فوروردنج لكل الانترفيسز الخاصة فيها، إيش هذا مفهوم بنسميه الباث فيكتور. لابد إنه كل أوتونوموس سيستم هذا مشترى على مستوى العالم، ولما تصير الداتا تمر منه من طرف لطرف آخر، تنتقل معاملينها تاج بالأوتونوموس سيستم نمبر اللي خاص بالسيرفيس بروفايدر. أتمنى إنها وصلت هذه المعلومة. في حدا عنده سؤال بهذه المعلومة؟ هذا بسميه يعني مقصود بكلمة باث فيكتور، اللي هو نوع البروتوكول اسمه البروتوكول بي جي بي، هو باث فيكتور، انه بيعمل تاج للاوتونوموس سيستم بتوين ديفرنت اوتونوموس سيستم حتى يمنع اللوبينج، ما يصير عندي لوبينج. حدا عنده سؤال بهذا الموضوع او بهذا في اسئله شكله؟ وضحت الفكره؟ تمام. هلا شو الفرق بين انترنال؟ انترنال يعني اذا انت بتنشئ علاقة بي جي بي بتوين الراوتر ضمن الاوتونوموس سيستم الواحد بسميه انترنال بي جي بي، لكن بتوين مور ذان وان اوتونوموس سيستم، يعني هذا اوتونوموس سيستم اورنج وزين، كل واحد باوتونوموس سيستم مختلف، لازم تنشئ بينهم علاقة اي بي جي بي، اكسترنال ايش؟ اي بي جي بي. طبعا مطلوب منك في السي سي ان اي فقط انك تعرف كيف تعمل كونفجريشن للاي فيجن، هو نفس يعني نفس الكونفيجريشن هون، بس مطالبين فقط انه نعمل بس لاب بسيط على الاي بي جي بي، اكسترنال بي جي بي. تمام، بسيط زي ما حكيت لك. العلاقات داخل الاوتونوموس سيستم واحد هي اي بي جي بي، العلاقات بين الاوتونوموس سيستم مختلفه هي اي بي جي بي اكسترنال. هذا مفهوم اي جي بي والبي جي بي. طبعا هل انواع الكونكشنز بيني وبين السيرفيس بروفايدر؟ هل انا شركة عندي ودي اطلع على الانترنت، قلت انا محتاج سيرفيس بروفايدر، حكيت لك صح، محتاج شخص يوصلك للانترنت، محتاج اللي هي انترنت سيرفيس بروفايدر وصلك للانترنت. في انواع من الكونكشنز، في انواع من الكونكشنز ممكن تحدث بينك وبين هذا الانترنت سيرفيس بروفايدر. ايش بسموه سنجل هومد، يكون وان لينك بينك هذه الكمباني اي انا كاتب لك، بينك وبين السيرفيس بروفايدر. وفي ايش اسمه دول هومد، دول هومد يعني انت تكون ماخذ تو انترفيسز، يا انه بالطريقه التاليه راوتر واحد ممدود تو انترفيسز للاي اس بي، او راوترين عندك في الشركه وكل راوتر عامله وايش كونكشن، بحيث انه يصير عندي ايش ريدندنسي. مفهوم الريدندنسي، كلمه ريدندنسي بتسمعها في الشبكات كثير، مفهومها انه يكون عندك باك اب للروت الموجود عندك، هذا معناه مفهوم ريدندنسي. ريدندنسي بحيث انه اذا قطع خط هون، انا عندي هون ريدندنسي، هو ما في عندي ريدندنسي، انه هذا الخط يكون شغال. يعني دائما ريدندنسي في الشبكات از نيدد، محتاج انت الها، خاصه في الشركات والشبكات الكبيره اللي فيها حساسيه انه اذا وقع الانترنت ممكن يصير عندك مشاكل وتعطل للخدمه بشكل كبير، فبالتالي ريدندنسي از نيدد، انت محتاج الها في الشبكه. واذا بتعمل حتى دائما يفضل انك تكون عامل ريدندنسي، يعني باك اب خط لك بديل، في حيث انه اذا انقطع المين لاين الخط الرئيسي يكون في عندك باك اب، هذا المقصود بكلمه ريدندنسي. في عندي نوع اخر من الكونكشن بنسموه تو اور مور اي اس بيز، انه انت
مش متعامل مع one ISP. مثلا انا عندي اول جزئين، عامل خط عندي في شركتي، خط شابك مع زين وخط شابك مع اورنج، خط شابك مع زين وخط شابك مع اورنج. ليش؟ انا عامل ريدندنسي بس ايش؟ على تو سيرفيس بروفايدر، على تو سيرفيس، بحيث انه والله اذا السيرفيس زين وقعت والله اورنج امني او اورنج تقوم بالغرض. هذا بسموه مالتي هومد كونكشن. هذه كلها يعني طرق انت ممكن تستخدمها في عمليه الكونكشن بينك وبين السيرفيس بروفايدر. بس راح احكي لك نقطه اخيره شو بهمني من هذا الكلام كله. الدول هوم مالتي هوم، الدول مالتي هوم معناته انه عندك انت تو سيرفيس بروفايدر برضو ايش، بس كل سيرفيس بروفايدر انت عامل عليه ريدندنسي، عامل عليه تو لاينز، بحيث اذا وقع خط يشتغل خط الثاني، لكن اذا وقع سيرفيس بروفايدر كامل راح تنقل على السيرفيس بروفايدر الثاني. طيب بتلاحظ الامور، كلام كبير هذا، هذا الكلام اللي قاعد نحكي فيه كبير. طيب شو بهمني من هذا الكلام كله؟ متى بستخدم البي جي بي ومتى ما بستخدمش البي جي بي؟ متى انا محتاج البي جي بي؟ شوف، متى البي جي بي بروتوكول انه مناسب لك بالتو كيسز هاي، يعني يفضل في الحاله انك تشغل البي جي بي بحقا وانك تستخدمه هون، يفضل. راح اقول لك ليش يفضل، ليش يفضل. طبعا في هذه الكيسز السوليوشن بسيط، انك مثلا عندك في الشبكه التاليه عندك الراوتر هذا بدك تطلعه على الانترنت، اعمل ديفولت زي ما حكيت لكم سابقا، تعمل ديفولت روت، ارمي على هذا في حال عندك ديفولت روت بكل بساطه. هون ممكن تعمل ديفولت روت، لكن في هذه الحاله انت محتاج لتعمل مانجمنت. انت عندك تو سيرفيس بروفايدر، بدك تخليه يميز هذا الروت ولا هذا الروت، يطلع منه يستخدم هذا الروت ولا استخدم هذا الروت. طيب غير هيك، انت بتعرف انه في هذه الحاله اذا انت مثلا شبكه تو سيرفيس بروفايدر بالطريقه التاليه، واذا انت كنت ما كنت شغال بي جي بي، ممكن السيرفيس بروفايدر يستخدموا الشبكه تبعيتك لحتى يعمل كونكشن بينهم، يعني ممكن يستفيدوا من الريسورسز تبعيتك. يعني ممكن شركه مثلا زين وهي اورنج وانت شابك معهم على الطرفين هذي، وانت مش مشغل بي جي بي. بي جي بي ليش؟ بي جي بي ليش بقول لك انا بحتاجه في هذه الحاله؟ لانه هو اللي راح يعمل لي، لانه في شيء اسمه اتريبيوتس، راح يعمل ترافيك انجينيرنج، اديل الترافيك. يعني مش والله السيرفيس كيفك والله انت، لانه في بعض الاحيان بيكون ناس غلطانين وعاملين مثلا ديفولت راوتنج ومشكله زي هيك، بيوقعهم مشكله مع السيرفيس. السيرفيس بروفايدر هو انت كصرت كوسط ناقل، لاحظ هون بتلاحظ انه انت كصرت كوسط ناقل بين انت والسيرفيس بروفايدر. اذا انت مش مانحهم يمشوا من خلالك حتى يصلوا بعض، ممكن يستفيدوا من الريسورسز تبعيتك ويخرجوا، يدخلوا من هون يخرج على السيرفيس بروفايدر الثاني. ممكن يصير يستفيد من الريسورسز والراوترات تبعيته حتى يمرق الترافيك تبعيته. فهذه حاله خطيره، بالتالي انا محتاج اشي يدير لهذه الامور، محتاج اشي يتحكم يعمل فلترنج للترافيك اللي انا مش خاصه الي انا. فهون في هذه الحاله وهذه الكيسز محتاج تشتغل على البي جي بي. يفضل انك تستخدم البي جي بي، يعني مش يفضل، يعني بدي اقول يعني فيش نادر كيس في الحياه في هذه الحاله ما بستخدمش بي جي بي. تمام، هذا الكيس وهذا الكيس، هذا الكيس ممكن تستخدم فيها بي جي بي، هذه ممكن تستخدم فيه بس شو بدك بوجع الراس، ما دام انه انت بتقدر تعملها بس ديفولت راوتنج، يعني تروح على الراوتر تبعك اللي بيجي بيسموه الكاستمر ايدج راوتر اللي شابك مع الانترنت سيرفيس بروفايدر، اقول له والله اذا بدك تروح لاي شبكه في العالم زي ما عملنا قبل شوي، اخرج من الانترفيس هذا، ارمي على الراوتر تبع السيرفيس بروفايدر، وتكون مثلا عامل ديفولت انفورميشن اورجنيت بوزعوا عليك بكل بساطه. هذه الكيسز اللي هي بشكل عام كيف طبيعه الكونكشن بينك وبين السيرفيس بروفايدر. هذا انا كاتب لك when to use BGP and when not to use BGP. You have to use BGP، انت مضطر تستخدم BGP لما يكون عندك واحد من following conditions: the autonomous system packets to transit through it to reach another. زي ما حكيتك شو يعني؟ يعني انت transit area، انت صرت transit area، اذا كنت transit area between two service provider انت مضطر انك تستخدم BGP. هذه النقطة الأولى معناتها. النقطة الثانية بيقول لك the autonomous system had multiple connection to other autonomous system.
إذا عندك أكثر من connection من multiple service provider بدك تستخدم هذا اللينك أو هذا over the others. إذا صار قطع تستخدم والله تحت، إذا صار قطع إنك توزع مثلا، لا مرات تصير تتحكم في الموضوع باستخدام البي جي بي، ابعث لي جزء من الترافيك على هذا السيرفس وجزء من الترافيك على السيرفس بروفايدر الآخر. هون دور البي جي بي إنه بيعمل لك مور ترافيك انجينيرينج، مش زي أي بروتوكول آخر. قلت لك الاتريبيوتس وحساباته وطريقة تعامله مختلفة نوعا ما عن البروتوكولات الثانية. فأنت هون في هيك كيسز، في هيك حالات أنت محتاج البي جي بي تشغله بينك وبين السيرفيس بروفايدر حتى تعمل مانجمنت وتعمل ترافيك انجينيرينج للداتا اللي بتصير عندك. ترافيك انجينيرينج معناها هندسة اللي هو الترافيك بطريقة أو ما، يعني أنت تصير تخطط وترتب الأمور وتمنع الداتا اللي غير مرغوب فيها تدخل لشبكتك، يعني عن طريق السيرفيس بروفايدر أو سيرفيس بروفايدر ما يستخدمك كترانزيت أريا أو ترانزيت أريا، وإنك أنت تدير اللي أي خط أنا أستخدم السيرفيس بروفايدر وين حتى أنقل داتا تبعيتي، أو أستخدم مثلا الخطين وأعمل لود بالانسينج وجزء من الباكتس، أو أمنع يعني عملية منع أو إدارة هذه بشكل عام للترافيك بيسموها ترافيك إنجينيرينج. The flow of the traffic enter or exit the autonomous must be manipulated. This is the process. يعني زي ما حكيت لك، إذا أنت بدك تعمل هذا مقصود traffic engineering. هذه كلمة مقصود traffic engineering. يعني زي ما حكيت لك الكيسز، إذا أنت بدك تعمل traffic engineering للشبكة تبعيتك، أو إذا كنت أنت شخص فعليا بين two service provider حتى ما يستخدموك as a transit area، لابد إنك تستخدم الـ BGP. اوكي، هالتو كيسز اساسيات ومهمات بالتعامل مع او اذا كان عندك تو لينكس ريدندنسي بينك وبين السيرفيس بروفايدر. هاي معنى وين تو يوز بي جي بي. طب متى ما انا استخدمش البي جي بي؟ متى ما استخدمش؟ اذا كان عندك سنجل كونكشن. سنجل كونكشن زي ما حكينا هون، عندك خط واحد شابك على السيرفيس بروفايدر، تقدر تعمل ديفولت راوت وتريح راسك. No concerns for routing policy. انت ما بتهتم لموضوع انك تدير الترافيك انجينيرينج او تدير الترافيك، يعني مثلا والله ابعث جزء منه ما بهمك، انه خليه يطلع من اي انترفيس، يطلع كله من هون، يطلع جزء منه هون، ما بهمك بينك الكونكشن بينك وبين سيرفيس بروفايدر، فبتدعي انك تشتغل على البي جي بي. A lack of memory or processing power on the routers to handle BGP updates. إذا كانت عندك راوترات تعبانة لا تروح تشغل عليها بي جي بي لأنك ما بتتحمل. قلت لك عندك 600 ألف روت حول العالم، في راوترات قديمة والله بدي أشغل بي جي بي، لا بدك تنتبه إنه يكون عندك راوترات حقا إنها بتتحمل وإنها البروسيس تبعها عالي والميموري تبعيتها كمان جيدة تتحمل البي جي بي بروتوكول. A limited understanding of root filtering and BGP path selection process. والله اذا ما كنتش فاهم البي جي بي صح معناته، هذا طبعا هذا بالحكي كلام، هذا من سلايد سيسكو، يعني هذا الكلام اوفيشال يعني رسمي، ما بجيب عندي كلام انا، هذا الكلام رسمي من سيسكو. يقول لك اذا كان عندك ليميتد اندرستاندينج، عندك مفهومك مقصور عن القاصر، مفهومك قاصر عن البي جي بي، يعني مش انت فاهم البي جي بي بشغله بشكل صحيح، لا تخش فيه. يقول لك لانه البي جي بي مش اي واحد يتعامل فيه، إذا لأنه بي جي بي في قلت لك كورس كامل هذا، إذا ما كنت فاهم البي جي بي بتقول لك لا تخش فيها. برضو إذا كان في low bandwidth بينك وبين الأوتونوموس سيستمز، والله إذا كان low bandwidth بينك وبين الأوتونوموس سيستم معناته لأنت بتجيك 700 ألف روت بدك تهيص الشبكة واللي راح يهيص اللينك عندك، فلا بد يكون اللينك بينك وبين الأوتونوموس سيستم يكون حتى تستخدم بي جي بي برضو هذه نقطة، ان يكون عندك هاي باندويث مش لو باندويث، مش راح يتحمل حجم الترافيك اللي راح تجيك عن طريق البي جي بي. اخر نقطه نحكي فيها في هذا الموضوع اللي هو التابلز. في عندي 3 تابلز، في تابل اسمه نيبر تابل، في النيبرز تبعينه، في عندي الفوروردنج هذا بيحكيك في ليست اول ذا نتوركس اللي بعرفها عن طريق البي جي بي، كل النتوركس اللي بعرفها شيء عن طريق البي جي بي موجود، شو اي بي بي جي بي هون، شو اي بي نيبرز، وعندي الراوتنج تيبل بتقول شو اي بي روت. الكونفيجريشن تبعه بسيط، بتقول راوتر بي جي بي، بعدين تنشئ نيبر شيب. قلت لك مش زي الاي بي جي بي تكتب بس كوماند النتورك بيعرف لك الامور، لا هون لابد ان اذا بدك تعمل نيبر شيب تكتب كوماند الخاص بالنيبر شيب، تقول له نيبر شيب مع الاي بي اللي موجود عقبالي، هذا الاي بي اللي عقبالك موجود في اي اوتونوموس سيستم، تقول له نيبر اي بي ادرس ريموت اوتونوموس سيستم نمبر،
بعدين تعرف له الشبكات، تذيع الشبكات، نتورك اي دي، بتكتب ماسك، بتكتب له سبنت ماسك. بناخذ لاب بسيط جدا عنه. اخر فكرة بدي احكي عنها في هذا الموضوع، نروح على اللاب. قطعنا من الوقت، بدك تتحملوني 10 دقائق، 5 ربع ساعة زمان، بس ننهي هذا الموضوع. redistribution هذه فكرة مش موجودة في السيزن اي، موجودة في السيزن بي، بس انا حبيت اطرحها هون، كثير مهمة. موضوع redistribution، افرض ان انت عندك شبكة، هذه الشبكة فيها مجموعة من البروتوكولز، انت مشغل عليها اي اي جار بي، ومشغل عليها او اس بي اف، ومشغل عليها ريب. طبعا بطبيعة الحال كل واحد بروتوكول مختلف عن الثاني، فبالتالي الشبكات الموجودة في الاي جار بي مش راح تشوف الشبكات الموجودة في الاو اس بي اف، والشبكات الموجودة في الاو اس بي اف مش راح تشوف الشبكات في الريب، وهكذا. معنات ليش؟ طب قال لك شو الحل؟ قال لك الحل في ايش، فكرة اسمها redistribution. redistribution انه انا بدخل على الراوتر اللي على سبيل المثال اللي له علاقة بين الطرفين، مثلا هذا الراوتر هون مش من طرف انا شابكه او اس بي اف، ومن طرف شابكه اي اي جي ار بي، بدخل عليه اللي بيكون شابك من طرف بروتوكول معين، ومن الطرف الاخر شابك على بروتوكول اخر، بعمل عليه شيء اسمه redistribution، اعاده توزيع. بس بدي اخذ في العين الاعتبار موضوع السيد متريك. شو السيد متريك؟ انه انا لما اجي اوزع شبكات مثلا الاو اس بي اف داخل الاي اي جي ار بي، معروف انه الاي اي جي ار بي طريقه حسابه للمتريك مختلفه عن الاو اس بي اف، فبالتالي انا بدي اعيد، لما اعيد توزيع الاو اس بي اف داخلي بدي اضبط المتريك تبع الاو اس بي اف بما يتناسب معي. فهمت شو قصدي؟ هكذا نفس الشيء الريب، اذا بدك تعمل توزيع مثلا اعاده توزيع للاي اي جي ار بي داخل الريب، لابد اضبط الاي اي جي ار بي المتريك بما يتناسب مع الريب. لكن اذا ما عملت هذه النقطه بدك تنتبه انه في عندك اللي هو مشاكل ممكن. ليش؟ لانه الديفولت متريك للريب في حاله الريديستريبيوشن بصير انفينيتي. انفينيتي معناته اي كانوت ريتش ذا نتوركس، بقدرش اصلهم. والاي جي ار بي انفينيتي، انفينيتي اي كانوت ريتش. لكن الوحيد ما بصير معاه مشاكل بتحديد المتريك اللي هو اس بي اف، بيعطيهم 20، مجرد ما تعمل له اي شبكه داخليته توزيع ريديستريبيوشن بيعطيها مترك 20، وبيعطي بس للبي جي بي فقط، نوع من البروتوكول بي جي بي بيعطيه 1. البي جي بي بيعملهم، والبي جي بي برضه كمان عادي ما عنده مشاكل، انه بيعمل الاوتونو، بيعمل لما تيجي تعيد توزيع اي بروتوكول داخله ايش، بياخذ المتريك الخاص فيه، الديفولت متريك الخاص فيه، يعني ما بياثر عليه المتريك الموجود. فهذه نقاط اساسيه كان ودي انه ان شاء الله نقدر نعطي لاب عليها. نروح على هذا الموضوع الريديستريبيوشن، موضوع كثير مهم في عالم الشبكات. يعني حلو انك تكون عامل شبكه فيها اي اتش ار بي و اس بي اف ريب، وتخليهم الثلاث شبكات يتواصلوا مع بعض، يفهموا بعض عن طريق اللي هو الريديستريبيوشن كوماند. طيب خلينا نروح على اللاب. جماعه بتقدروا تتحملوني 10 دقائق ولا انه افصل ونكمل المره القادمه؟ عشان ما بديش اطلع عن الوقت المسموح لي. تقدروا تكملوا معي 10 دقائق وربع ساعة نخلص اللاب، ولا خليه المرة القادمة؟ The recording has started. This session is no longer being recorded. طيب يعينكم الله، تحملوني 10 دقائق. بيجي بي configuration. ممتاز. طيب هذه عندي شبكة، هي عندك انترنت سيرفيس بروفايدر، وعندك يور كومباني انسايد يور كومباني، انت عامل رننج للاو اس بي اف 100، وعندك داخل السيرفيس بروفايدر عامل رننج للريب فيرجن 2. هذا على سبيل المثال، وهذا ليس مثال واقعي، بس انا على سبيل المثال انه انا بدي اعمل كونفيجريشن للاي بي جي بي، انه اعمل كونفيجريشن للاي بي جي بي. طبعا اي جي بي زي ما قلت لك اللي هو العلاقة بين الراوترز الموجودة بين different autonomous system. هذا موجود في autonomous system 5000، هذا موجود في autonomous system 15000. بدي أعمل علاقة EBGB بين هذول الراوترز الموجودين في different autonomous system. كيف بعملها؟ بكل بساطة، لأنه بس ركزوا معي لأنه السرعة دور مهم بدنا نخلص.
بروح على الكونفيجريشن انيبل كونف تي، بعمل كونف تي طيب بدي اشغل الراوتر الراوتر بي جي بي بكل بساطه زيه زي الراوتر زي الاي اي جي ار بي والاو اس بي اف والريب، تقول له راوتر بي جي بي بعدين بتعطيه الاوتونوموس سيستم، هاي معك من 1 ل 65535. بس انتبه في عندي من 65512 ل 65535 ريزيرفد، يعني محفوظه ما بتقدر تستخدمهم، هذا لما نحكي احنا بشكل عملي يعني واقع. وفي عندك 23000 برضه، واحد ثاني 23456 برضه ريزيرفد، هذول اوتونوموس سيستم ريزيرفد ما بتقدر تستخدمهم. ايش منهم للبرايفت وايش منهم للاوتونوموس سيستم ترانزيت بول. طيب بس احنا هون ما بياثر يعني، انا بدنا نستخدم اوتونوموس سيستم عشان احنا الاولاني ايش هو، انا موجود في الراوتر اللي هون هو موجود في اوتونوموس سيستم 5000، بقول له راوتر بي جي بي 5000. طيب اول شيء قلت لك هو ما بيستخدم بس النتورك كوماند لحتى يعمل نيبر شيب، بده يعمل نيبر شيب بينه وبين الجهاز الموجود في اوتونوموس سيستم اخر، فبكتب على الكوماند نيبر بعدين ايش بحط له الاي بي ادرس للنيبر اللي هو مين، الاي بي ادرس للنكست هاب الموجود عندي هون انترفيس اف 00. شو الاي بي ادرس؟ 6662 6.6.6.2. بعدين اللي بقول له هذا بدي اعمل نيبر شيب مع هذا الاي بي اللي موجود في الريموت اوتونوموس سيستم، موجود في الريموت اوتونوموس سيستم 15000. هاي انتر. بعدين بدي اذيع الشبكات اللي عندي، طبعا انا هون شغال ريب، بدي اذيع هذول الشبكات، بقول له والله نتورك ذيع للشبكه 172 16 16 0 اللي الماسك تبعها، تنساش الماسك اذا نسيته بيعمل كلاسلس كلاس فول بصير 255 255 255 0. وذيع للشبكه اللي هي اللوب باك انترفيس الموجود هون عندي 172 16 5 0 255 255 255 0 سوري ماسك تبعها هي. تمام خلصت على هذا الجزء، باقي على الجزء الآخر نفس الشيء، enable conf t بقول والله راوتر بي جي بي autonomous system تبعه 15000 صح، بقول نفس الشيء نيبر مع 6661 هذا الانترفيس 6.6.6.1 الريموت اوتونوموس سيستم ريموت نيبور ايش هذا؟ بعدين بقول له نيبور 6.6.6.1 موجود في الريموت اوتونوموس سيستم 5000. صار اجاني مسج انه صار في نيبور شيب اب سيسلوك. طيب تعرف له الشبكات اللي عندك، هات نفس الشيء بتقول له والله نيبور عندك الشبكة 192.168.0 الماسك تبعها 255 255 0. سوري شو النيبور؟ نقوله نتورك مش نيبور، نتورك. طيب والشبكة الثانية عندك اثنين، الشبكة الثالثة عندك 16. جماعة بس تحملونا 5 دقائق هيقرب. هيك عرفت الشبكات. طيب خلينا نشوف على الدو شو اي بي روت. لاحظ لما قلت له دو شو اي بي روت شاف مين الشبكات الموجودة هون بايش؟ البي جي بي 5 و16.
طب هل اقول اذا كنت عملت له بينج من هون لهون راح يشوف يعمل عليهم بينج ولا لا؟ خلينا نشوف. هاي بدي اقول له هون دو بينج الراوتر هذا انا واقف على 172.16.5.5. ايش راح يعمل عليه بينج؟ ليش؟ مين يقول لي ليش؟ حدا بيعرف ليش مش راح يعمل عليه بينج؟ عملت بينج من هذا الجهاز برغم انه انا شايفه في الراوتينج تيبل تبعي. طب هل هذا الراوتر شايفني في الراوتينج تيبل تبعه؟ لانه انا البينج شو يعني؟ معناته قلت لك انه انا بدي ابعث ايكو ريكوست لها وهذا يعمل عليه ريبلاي حتى يصير عندي البينج. انا في الراوتينج تيبل، مش معناته انا الشبكه تبعيتي اذا شايفها في الراوتينج تيبل معناتها هي بقدر اعملها بينج، لانه ممكن يكون الي روت الها بس ما فيش روت باك الي. يعني لو جيت على هذا الراوتر هون قلت له والله انيبل شو اي بي روت، انتبه لهي النقطه الاخيره، انا مش شايف اشي يوديني الك ولا حتى ديفولت روت ولا اي اشي. ممكن تعمل ريديستريبيوشن، وممكن حل اخر اقولكم عنه اللي حكيناه قبل شوي، انه اوقف على هذا الراوتر واقول له ديفولت انفورميشن اورجنيتد، اعمل له ديفولت راوت يرمي على هذا الراوتر، او مثلا ديفولت راوت يعمل على هذا الراوتر واقول له ديفولت انفورميشن اورجنيت، اذا اي شبكه بتصلها ايش يبعث لي. يعني ديفولت انفورميشن اورجنيت لو هو بيقدر نقول هاي الديفولت انفورميشن شغاله على الريب وعلى الاي اي جي ار بي بس بطريقه مختلفه في الاي جي ار بي، والاو اس بي اف بطريقه متشابهه زي الريب. بقول له والله يدخل على الراوتر، انا مشغل عليه راوتر ريب على فكره هذا الراوتر زي من هون، بقول له راوتر ريب واقول له ديفولت انفورميشن اورجنيت واعمل له انتر، بيصير عندي هون ديفولت روت اتوقع. نقول له دو شو اي بي روت، صار عندي ديفولت روت. هسا اذا اي شبكه هسا وصلني هون وانا ما بعرفه راح يرجع لي اياها لمين؟ للراوتر الموجود هون. خلينا نجرب هسا نعمل بينج. اها صار في بينج، تمام. يعني انا صرت قلت له هذا ديفولت انفورميشن اورجنيت، اذا شبكه ما بتعرف ارميها عاد. هذا بطبيعه الحال عامل نيبر شيب بينه وبين الطرف الاخر. طب نفس الشيء هون، هل هذا الراوتر بيقدر يبنك على الشبكات الموجودة هون؟ ها لو قلت له دو بينج على 192.168.16.2 هذا الانترفيس راح يقدر يشوفه؟ لا بطبيعة الحال. ليش؟ لأنه بيصله لكن هذا ما عنده معلومات عنه. بدي أعمله Default Information Originate، نفس الشيء في الراوتر OSPF. أنا هون شغال راوتر OSPF 100 بقول له Default information originate، اركض على الراوتر هذا اشوف صار عنده ديفولت روت عليه ولا لا. دو انيبل شو اي بي روت، دو اي بي روت حتى يشوفه. طبعا هو في كوماند المفروض ديفولت انفورميشن اورجنيت اولويز، بس هون مشكله الباكت تريسر مش مدعوم هذا الكوماند. طيب شو الحل؟ مش راح يشوفه الا اذا حتى عملت ديفولت روت من هذا الراوتر يرمي على الراوتر هذا. يعني جيت هون قلت له اي بي روت 0.0.0.0 واخرج من الانترفيس تبعك، اذا شبكه ما بتعرفهاش اخرج من الانترفيس f0 f0/0. ليش في الريب ما عملت ديفولت روت وحلت المشكله؟ بالريب باي ديفولت مجرد ما انك تقول له ديفولت انفورميشن اورجنيت بيعمل للكوماند اللي حكيت لك عنه اللي هو ديفولت انفورميشن اورجنيت اولويز. اولويز معناته انت مش محتاج ديفولت راوتينج يرمي من هذا الانترفيس لهذا الانترفيس. هذا الكوماند قلت لك ما بيشتغل الا اذا عملت ديفولت راوتينج، لكن اذا ضفت اولويز ديفولت انفورميشن اورجنيت اولويز ما في داعي تعمل ديفولت راوتينج. في الاو اس بي اف بما انه مش مدعم في الاولويز فانا عملت ديفولت راوتينج اضطراري، او في بتقدر تعمل ريديستريبيوشن.
طيب هسا نشوف انه صار في عنده ليبل هون، صار عنده ليبل هون. هسا انت روح بنك من هذا الجهاز، قول والله دو بينج على الشبكة هذيك اللي هي 192.168.16.2. امور تمام، صارت الامور تمام تمام. هل عنده مشكلة يا جماعة؟ خلصنا هذا الموضوع. في عندك مشكلة؟ في عندك مشكلة يا جماعة؟ فهمنا استخدام الديفولت انفورميشن اور جيت للراوترز الموجوده جوا، لان ما عندها ديفولت راوت يودي على الشبكات المختلفه. انا عامل بس عملت اي بي جي بي اكسترنال بوردر جيت واي بروتوكول، يعني علاقه بين البوردر راوترز اللي بيشبكوا الديفرنت اوتونوموس سيستم. الجوانين ما لهم دخل، شو عملت لهم؟ وقفت على هذا قلت له ديفولت انفورميشن اور جيت، وعملت ديفولت راوت يرمي على الراوتر الموجود هون. لكن على هون ممكن تقدر تعمل ديفولت راوت يرمي هون، تقول له ديفولت انفورميشن اورجنيت، ما في عندي مشكله. سوري يعني بتعمل هون ديفولت راوت وتقول له ديفولت انفورميشن اورجنيت لهذا الاطراف. في حد عنده سؤال؟ في عنده مشكله؟ ولا شكلكم روحتوا قبل ما نخلص؟ خلاص انا عارف تعبتوا، كان ودي احكي عن الريديستريبيوشن، لكن ان شاء الله المحاضره القادمه بحكيها في بدايه المحاضره 10 دقائق عن موضوع الريديستريبيوشن، اعطيكم لاب سريع لانه حلو انك تفهم موضوع الريديستريبيوشن. الله يعطيكم الف عافيه، شكرا لحضوركم، اتمنى التوفيق للجميع، اتمنى المتابع اكثر من هيك، اشوف تاسكات، اشوف ناس بتحل، اشوف ناس بتسال، اشوف ناس مهتمه اكثر، اتمنى ذلك يعني اشوفه، لانه ذلك عن جد نقطه بتدعو الواحد انه يقدم شيء افضل كل مره. بيضل عندنا ان شاء الله المحاضره القادمه او المواضيع اللي راح ننطلق فيها في المحاضرات القادمه.